حبايبي تعالوا كده مع بعض، كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ مع بعض first lesson في الألجبرا بريب 1 في second term، حاجة اسمها repeated multiplication. يا مستر الدرس ده قديم. قديم ازاي؟ واخدينه في جريد 6. طب يا مستر احنا نسينا بتاع الفيرست تيرم. تعال مع بعض نفتكر. لما تلاقي حاجة بالشكل ده دي ايه يا مستر؟ حلو خالص، يبقى انا شغلي في الريبيتد لازم تبقى تايمز، ما ينفعش في الريبيتد لا بلس ولا ماينس. يبقى دي اول حاجه انا بركز مش بحله بس. طب جميل يا مستر مسالتي تايمز. نمبر 2 حضرتك تروح للبيز. ايه البيز دي؟ الاي اللي هي بتبقى كبيره دي ده اسمه بيز، واللي فوق ده اسمه اكسبوننت او الناس كلها بتقول باور. يبقى اللي تحت بيز، اللي فوق باور، الراجل ده بيز، اللي فوق باور. عشان اعمل تايمز لازم يبقى البيز ايكوال. طب هل دي زي دي؟ ايوه. لما يبقى البيز ايكوال باخد منهم واحده. كمان مره مسالتي تايمز. ايه ده دول ثلاثة مش مهم. هنا اكس واكس واكس، البيز ايكوال؟ اعمل ايه؟ اخد واحدة. عايزك تمشي بس معايا واحدة واحدة. بص لي هنا مسألتي تايمز. ملاحظ حاجة؟ أنا كل مرة لازم أتأكد إن مسألتي تايمز. أهو. نمبر 2 أبص على البيز. هل البيز ايكوال؟ هعمل إيه؟ ناخد منهم واحدة. كمل تاني. هنا مسألتي وهنا البيز ايكوال، تعمل ايه؟ ناخد منهم واحدة. طب يا مستر اهو سمعنا الكلام. بعد كده تقول له هعمل ادنج للباور، هعمل بلس للباور. يلا نلعب. هنا 2 هنا 3، يبقى هنا 5. طب تعالى بقى هنا، هنا 3 وهنا يبقوا 5. طب وهنا يبقى الانسر بتاعتي. شكرا. يلا نلعب سوا. ها هنا وهنا يبقى الباور الجديده. شكرا. هنا ما تخافش انا هعمل لدول بلس، اروح جاي اكتبهم كده ام بلس ام. ادي حبيبي 5 فورمز، خمس اشكال. على فكره انت برضو لما تيجي تحل اعمل كده، قول مسألتي تايمز البيز ايكوال، اخد واحده واعمل ادنج للباور. تعال نشوف فكره تانية المره دي. مسألتي حلو خالص ديفايد، عيني تروح على لازم البيز يبقى ناخد منهم. كمان مره مسألتي عيني تروح لقيناهم ناخد منهم. شكرا. اجين ها مسألتي عيني تروح لازم اتاكد ان هم ناخد منهم. نرجع بقى نقول لما تبقى تايمز بعمل ادنج للباور، لما تبقى ديفايد ماينس للباور، لما تبقى ديفايد يعني انا ما بعملش ديفايد، لا انا بعمل لهم ماينس، لكن دول بعمل لهم بلس. يبقى في الملتبلاي بعمل ادنج للباور، في الديفايد بعمل سبتراكت للباور. يلا كده مع بعض. يبقى هنا الانسر 3 وهنا 4. شكرا. وهنا ايوه كده ام ماينس ام. تعالى ناخد فكره ثانيه. لو قلت لك 5 ديفايد 5 هتقول لي كام؟ ما فيهاش مشكله صح. طب لو قلت لك 5 في الباور 2 ديفايد 5 في الباور 2، اقول له استنى مش مسالتي ديفايد وعندي باور؟ هنعمل ماينس للباور، فادي ال 5 و 2 ماينس 2 بكام؟ في حين ان المفروض ده زي ده زي 5 ديفايد 5، يبقى الانسر المفروض كام؟ عشان كده رحنا طلعنا برول ان اي فاريبل اي لتر اي نمبر تو ذا باور 0 يبقى الانسر بتاعتي 1.
أي number أي letter to the power 0 equal 1. تعال نقول معلومة تانية. الراجل الجميل ده عندي هنا letter وعنده باور 2 وكمان باور 3، اعمل ايه؟ قال لي لما يبقى عندك نمبر او ليتر فاريبل وعنده اكتر من باور، هل ينفع اقول له اعمل ادنج للباور؟ قال لي لا. امال نعمل ايه؟ قال لي اعمل تايمز. كمان مره، هنا اكس عندها باور ام وكمان باور ان، اعمل ايه؟ تايمز للباور. لازم اقول الجمله كامله. عندي هنا 2 ليها باور وليها باور، نعمل تايمز للباور. يبقى ادي الاي مش بلعب معاها واعمل لدول تايمز. هنا اكس مش بلعب معاها واعمل لدول تايمز، يبقى ام ان. هنا 2 ادي 2 مش بلعب معاها واعمل لدول تايمز للباور. اتمنى ان انت تعيد زي ما انا بخليك تقول معايا عشان المعلومه تثبت. حبايبي تعالوا نشوف فكره تانيه. لما يديني ترم عندي هنا نمبر وليتر وليتر، ده عنده باور ده عنده باور، ازاي كنا بنقول يا مستر ده كده كل دول ترم، شمعنا مفيش بينهم بلس ولا ماينس، بس كل واحد فيهم عنده الباور 2. لما تلاقي حاجه زي كده فانت عاوز تعمل ديستريبيوت، ديستريبيوت توزع، تاخد الباور اللي فوق خالص تروح رايحه لمين؟ للنيجاتيف 2. استنى دي هتروح يا مستر للساين وللنمبر وللاي وكمان للبي. بابا جاب موز اكيد هيدي لك ويدي اخواتك. انا معايا باور 2، يا 2 انت تعملي ايه؟ هروح العب مع الساين نيجاتيف، هلعب مع النمبر، هلعب مع الاي، هلعب مع البي. تعال بقى نقول الحته دي، كل ده المفروض ده الاساس فيه. لو انا معايا نمبر او ليتر زي ده او ده، ببص للباور واساله، اساله اقول له ايه؟ طب والايفن نعرفه ازاي؟ 2 4 6 8. يعني لو معايا لتر الباور بتاعه 2 او 4 او 6 او 8 اقول له انت ايفن. الايفن يعمل ايه للساين؟ يلعب مع النيجاتيف يكنسلها. الايفن باور بيكنسل النيجاتيف، يعني ما يلعبش مع البوزيتيف؟ لا. يعني ايه؟ يعني تخرج بايه؟ سواء بقى كان الباور 2 او 4 او 6 او 8. يبقى لو الباور ايفن يلعب مع الساين النيجاتيف، يعمل لها ايه؟ كنسل. طب يلا نشوف دي. لو لقينا الباور 3 5 7 9 اقول له انتوا دول اسمهم اود اود. طب يعمل ايه مع النيجاتيف؟ لان برضه بيلعبوا مع النيجاتيف بس ما يلعبش، يعمل لها كيك. كيك يعني يرميها بره بره، تروح خارجه بره بس كده. اه ويفضل بقى معايا الاي لو الباور 3 او 5 او 7 او 9. طب معلش مش فاهم. حاضر، نيجاتيف 3 الباور 2 عيني تروح على مين الاول؟ اساله اقول له ايه؟ شكرا. طلع ايه؟ تعمل ايه مع النيجاتيف؟ الله عليكم. فتبقى 3 باور 2 وبعدين هنتعامل بالكالكوليتر. طب تعالى تاني، معايا هنا الباور ايه؟ وهنا ايه؟ تعمل ايه يا باور يا اود للنيجاتيف؟ كيك. ارميها بره اهي يا مستر، تخرج بره وتفضل معايا 3 باور 3. طيب تعالى ناخد دول وندخل هنا. هنقول تاني معايا براكت جواه حاجات كتيرة بس مش بلس ولا ماينس، مفيش جوه اي ساين، فناخد الغلبانة دي وتروح لكل واحد. تبدأ مع النيجاتيف، انت ايه؟ ايفن. تعملي ايه لدي؟ شكرا. ودي تروح لدي تبقى تول باور 2.
ودي تروح لدي تبقى باور. طب انت عملت بلس للباور ولا تايمز للباور؟ تايم. شكرا. يبقى لما يبقى عندي اكتر من باور انا بعمل تايمز. يلا بقى خلته ب 6. ليه ما قلناش 5؟ شكرا يا مستر. ادي فكره مهمه هنبدا نطبق دلوقتي على كل الافكار اللي احنا قلناها. طيب تعالى كده نقول الراجل الجميل ده بيقول لي كالكوليت، يعني انا اقدر استخدم الكالكوليتر. بس افرض المستر حابب يقول لي اشتغل منتل بعقلك، اشتغل بدماغك. بص يا حبيبي، يبقى احنا قلنا الطالب الغلبان تكاوي دخل ده في الكالكوليتر، بس بتعرف تكتب ولا لا؟ طب انا راجل على قدي او ما معيش كالكوليتر، فانا محتاج اشتغل مانوال بايديا. بص حبيبي بقى، انت قلت لي يا مستر لما يبقى في باور هنا وده يعمل ايه؟ يعمل ديستريبيوت، يتوزع هنا وهنا. طب النيجاتيف دي اوديها فين؟ كنسل عشان ايه؟ الله عليكي، يا تو انت ايفن تكنسلي دي، ويا تو انت تروحي للاب وللداون، يعني يا تو تروحي للنيموريتور وتنزلي للدينومينيتور. طب اسيبها كده؟ سيبها. تعالى بقى الناحيه الثانيه. اصلا الدرس ده على الريبيتد مالتيبليكيشن، يعني انا عندي هنا 3 عندي 4، اقول له لا، هو المفروض ان الطالب يتعلم انه بيشتغل برايم نمبر، والبرايم نمبر اللي هم 2 و3 و5 و7. ولما اقول الكلام ده لطالب بريب 1 يقول لي انا خلاص بقيت بتاعتي كوي مش فاضي. يعني انت قصدك المفروض الفور دي افكها تبقى 2 تايم 2 فتتحول تبقى 2 باور 2؟ اه بص كده، يبقى دي 3 باور 2 والفور فكتها بقت 2 باور 2 ولسه عندها باور. فطبعا لما احنا نيجي نقول كده الطالب اولى اعدادي اللي طالع بالزق سامحوني ما بيسمعش الكلام. فحضرتك على طول قالوا طب خلاص يا عم اشتغل بالكالكوليتر، بس انا بقول لك المفروض تعمل ايه؟ بنفس الطريقة انا لازم اعمل فاكتورايز للـ 8، فالـ 8 2 تايم 2 تايم 2 كام 2؟ 3. يبقى انا بدل الـ 8 هكتب 2 باور 3. 27 هفكها 3 تايم 3 تايم 3 عملت ريبيتد 3 تايمز. بص بقى المفاجأة، فبقى عندي هنا 3 الباور 2 ودي بقت 2 الباور 4. هو عايز يوصل لك دي علشان تقول عندي 3 اب وعندي 3 داون، اخد منهم واحدة واعمل ماينس للباور. عندي 2 اب وعندي 2 داون، اخد واحدة واعمل ماينس للباور. وبعد كده بجيب الانسر بالكالكوليتر. طبعا لما اجي اقول لطالب اعمل فاكتورايز وهات لي برايم نمبر ممكن يخنقني. فانا بدي الفكرتين، الطالب الغلبان بتاع التيك اواي هيشتغل بالكالكوليتر، الطالب اللي عايز يعرف هو احنا مقرر علينا ايه؟ ريبيتد مالتيبليكيشن. يبقى لازم النمبرز بتوعك يبقوا برايم 2 3 5 7 11. طب انا مش فاضي. خلاص حبيبي اللهم بلغت اللهم فشل. تعالى اقول لك فكره تانية اهي برضو. ليه يا تو انت ايفن كنسلت النيجاتيف، يا تو انت تروحي للفايف وتروحي للسكس، بس اعمل حسابي ال 6 دي مش برايم ففكها 3 وايه؟ 2 وال 2 باور تروح لدي ولدي. فالمفروض زمان كنا نقول للطالب لازم يحل بالشكل ده. تعال نكمل مساله ديفايد. ده ميكسد نمبر، اه هدخل على الكالكوليتر هيديني 12 وهنا 3 يديني 15 على 4. ما سيبش ال 15 افكها تبقى 3 تايم 5، ما سيبش ال 4 افكها فيبقى هنا ديفايد اب عندي 3 على 5 وهنا 2 باور 2. وكمان بعد كده هقول لنفسي مساله ديفايد
احولها تايمز، وتعلمت زمان التايمز اعمل فليب، دي تطلع فوق ودي تنزل تحت. لما اجي اقول كده لطالب اولى اعدادي زعل واتخنق ويقول لي هو انا لسه هعمل كل ده؟ انا برضو حبيبي بحاول على قد ما اقدر اخليك تحتفظ ان دماغك بتشتغل. طب انا عارف ان الطالب بتاعي نسي البرايم، نسي ازاي يفك، نسي ان هو كل شويه في خطوه واثنين وثلاثه فيروح جري على مين؟ كالكليتر. وانا مش بزعل لان انتوا زمانكم مش صح. حبايبي تعالوا كده نشوف لما يجيني سؤال تشوز اتعامل معاه ازاي. الراجل الجميل ده بيقول لي مالتيبليكتيف انفرس، اقول له استنى، كلمه مالتيبليكتيف انفرس درستها في الفيرست تيرم معناها ان انا هعمل فليب، اعمل سويتش، يعني الفراكشن النيموريتور ينزل والدينومينيتور يطلع، اللي فوق ينزل واللي تحت يطلع. شكرا يا مستر. وما بلعبش مع الساين، يعني النيجاتيف بتفضل نيجاتيف والبوزيتيف تفضل بوزيتيف. في مشكله؟ بس المره دي الراجل ده هنا مديني فراكشن ومديله باور، فاتفقنا من الفيرستر ما اشتغلش على طول. امال اعمل ايه؟ اخد التو على الفايف باور زيرو، ادخلها في الكالكوليتر واجيب الانسر. اداني ابسوليوت، ادخله في الكالكوليتر واجيب الانسر. يلا مع بعض، دخل لي 2 اوفر 5 الباور زيرو. يا مستر عيب عليك، ما انت لسه قايل اي حاجه الباور زيرو. شكرا، يبقى انا مش محتاج اضيع وقت، يبقى كل ده ب 1. منا بتسالني ال 1 لو عملت له مالتيبليكتيف انفرس هو هو 1، فراحت سالاني طب انت موجود ولا مش موجود؟ اهو يا حبيبي اجابتي موجوده. هو ده طريقه التفكير في السؤال. طب تعالى نلعب تاني. الراجل الجميل ده بيقول لي اديتيف انفرس، اقول له استنى، كلمه اديتيف انفرس يا مستر معناها ان انا لو بوزيتيف يبقى والنيجاتيف يبقى، لكن الزيرو هو هو زيرو. طيب تعالى نشوف، برضه مديني الباور ايه؟ يبقى انا اجيب الانسر الاول بكام؟ 1. يبقى المفروض ده ب 1. الاديتيف انفرس بتاعه كام؟ تعال ندور. لا 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 اكيد يبقى ده. شفت بفكر ازاي؟ ادي الطريقه حبيبي. طب تعالى يا مستر نقول اللي بعدها، مالتيبليكتيف انفرس اوف كذا، اقول له يبقى لازم الراجل ده الاول ادخل في الكالكوليتر نيجاتيف 1 تو ذا باور 3. هتديني يا مستر نيجاتيف 1، يبقى نيجاتيف 1 دي مش الحل. نيجاتيف 1 تعالى هات لها مالتيبليكتيف انفرس، انت لسه قايل لي ما العبش مع الساين، يبقى المفروض الاجابه نيجاتيف، ادي اول حاجه. وال1 اقلبه هو هو، يبقى المالتيبليكتيف انفرس نيجاتيف 1. تعالى ندور. الله يا مستر مش موجود، خش معايا. 1 الباور 2 ب 1، 1 باور 3 ب 1، يبقى الإجابة دي ما تنفعش ودي ما تنفعش. نيجاتيف 1 الباور 2، الباور ايفن يكنسل، يبقى برضه أنت ما تنفعش، خلاص يبقى دي إجابتي. يبقى أنا بحل تشوز، بس بحل بستبس، بتكلم وبعلي صوتي وأقول أنا بفكر إزاي. نيكست، مديني 2 نمبرز. سوري، بيقول لي الأديتيف انفرس بتاع الراجل ده، اتفقنا الراجل ده معاه ايه؟ باور، ادخله على الكالكوليتور واجيب الانسر. مي يلا هندخل في الكالكوليتور نيجاتيف 2 على 5 اول باور 2، تطلع بكام؟ ايوه اهي، بس طالما نيجاتيف ادخلها في البراكت، فدي يا مستر ب 4 على 25، والنيجاتيف اتكنسلت. معايا يا قمر؟ بس استنى يا مستر دي مش الاجابه، ده انا الاول جبت الانسر، جبت الريزلت بتاع السؤال، بعد كده انا عاوز الاديتيف انفرس، اقول له انت بوزيتيف يبقى الاديتيف انفرس نيجاتيف، يبقى الاجابه بتاعتي هي نمبر بي. هي دي طريقه الحل، اجيب الريزلت، اجيب الانسر بتاع البراكت باور 2، وبعد كده اعمل ايه؟
اشوف انت عاوز ايه. لو اديتيف انفرس اغير الساين، مالتيبليكتيف انفرس اعمل فليب. وكل مره تقول مش هتغلط. يا مستر انا دلوقتي مديلك تو نمبرز وعايز اعرف بكام. اسهل حل اعمل ايه؟ طب يلا دخلها في الكالكوليتر. يا مستر اي حاجه باور زيرو ب1 وبلس كوارتر هدخلها في الكالكوليتر وادور على الانسر اهي موجود. يعني في حاجه جميله ما فيهاش تعب. بس انت لازم يتعود لما تيجي تحل علي صوتك حتى لو انت لوحدك. طيب تعال نشوف انذر اكزامبل. هنا ده فراكشن وده فراكشن، اعمل ايه؟ اسهل حل شطورة أدخل في الكالكوليتر، فدي هتديني 25 على 9 وده الباور 0 ب 1 يبقى إجابتها هي مستر في كلمة ومفيش أي مشكلة. 25 over 9. تعال نكمل ونشوف بقية الأفكار لغاية ما نوصل لفكرة تستاهل إن احنا نروح على البورد. الراجل ده بيقول لي X equal Y then 3 على 5 باور اكس ماينس واي بكام؟ بيقول لي اف اكس ايكوال واي ذن ال 3 على 5 الباور اكس ماينس واي. اكس ايكوال واي يعني انت هنا كل ما تقابلك اكس اكتبها واي، او كل ما تقابلني واي اكتبها اكس. طب انا هاجي هنا يبقى دي ال 3 اوفر 5 ماليش دعوه بيكي. هنلعب مع الاكس ولا الواي؟ انت حر يا مستر. انا هشيل الاكس واخليها واي فتبقى واي ماينس واي. واي ماينس واي بكام؟ زيرو. وانت علمتني اي حاجه الباور زيرو بكام؟ شكرا. تعال نشوف انذر اكزامبل. يا مستر مديني الفورم ده وفي الاخر بلاقي حاجه اسمها اي او بي او اكس ويقول لي دازنت ايكوال زيرو. الحتة دي ما يقولهاش إلا لما يكون الاي في الدينومينيتور، عشان ما ينفعش يبقى الدينومينيتور زيرو، وكمان البي في الدينومينيتور فما تنفعش تبقى زيرو، دي وظيفتها. طيب ادي أول حاجة، هل دي ينفع أدخلها في الخلاط؟ لا. أمال إيه؟ أقول له ما أنت علمتني أنا عندي هنا إيه؟ باور وهنا اي وبي، فالتو دي تروح رايحة ورايحة فيبقى هنا A باور 2 والB كمان باور 2 تايمز. هنا هسيبها زي ما هي. لغاية كده في مشكلة؟ بص بقى معايا، تقول كده لنفسك عندي A up وعندي A واحدة فوق واحدة، مسألتي بقت ديفايد. وانت علمتني في الديفايد طالما البيز ايكوال ناخد واحده واعمل يبقى 2 ماينس 2. اكمل عندي بي اب وعندي بي داون اخد واحده واعمل ماينس للباور يبقى 2 ماينس 2. يا مستر دي بكام؟ ودي بكام؟ واي حاجه باور زيرو بكام؟ قول ذا بيست. تعال نشوف انذر اكزامبل. تعالوا كده برضو مسألة تشوز، أنا ما بكتبش التشوز، ما بكتبش الأنسر، اشمعنى؟ عشان في حاجات لازم تحل، مش هنروح نختار بالبركة. طيب، لما أقول لك إكس إيكوال، دي حبيبي معناها إن كل ما تقابلك إكس دي الفاليو بتاعتها. واي إيكوال يبقى كل ما تقابلني واي دي الفاليو بتاعتها. هو ده اللي أنت تقوله، وده الأساس بتاعي. بص بقى هنا اكس الباور واي، هقول له حاضر قابلتني مين الاول؟ اكس. يا اكس انت بكام؟ نيجاتيف. وعشان ده فراكشن اروح اعمل له برانثيز، اعمل له البراكت. والباور كام؟ 3. اللي هو واي بكام؟ 3. هو مش عايز غير انك تتعب وتعمل دي وبعد كده اقدر اعمل ايه؟ في الخلاط وتخلص المساله. طيب تعالوا نشوف another example ونكمل. بيقول لي اف مديني واي ليها باور وواي ليها باور بس هنا بينهم ايه؟ بلس. هل لما يبقى في بلس او ماينس بلعب مع الباور؟ لا. لا اقول لا بعمل اد ولا سبتراكت.
لا اعمل بلس ولا ماينس. وفي نفس الوقت ايكوال زيرو وبيقول لي انا عايز الفاليو بتاع واي ومديني لتشوز. اشمعنى المره دي كتبت يا مستر لتشوز؟ اغلبيه الطلبه اللي حبيت اشوف افكارهم قالوا لي احنا خدنا الانسر وحبينا نجرب. في طلبه عملت كده، قالت هنا الواي احط هنا 1، الوان لما اعمل له اي باور هيتغير؟ عشان كده دي كانت فكره انا قلت لهم جميله. وادي بلس الواي هحطها ب 1 واحط لها اي باور هتفضل زي ما هي. 1 بلس 1 بكام؟ لكن الانسب كام؟ يبقى انت ما تنفعش. بنفس الطريقه، بص بقى معايا، هناخد نيجاتيف 1 بس المره دي هحط لها الباور. اشمعنى؟ عشان الراجل ده نوعه ايه؟ ايفن. يعمل ايه لدي؟ فتتبقى لي 1. بص بقى المفاجأة، نروح لدي نيجاتيف 1 والباور 27. اود كيك يرميها، تروح طالعه لدي تغيرها فبقي 1 ماينس ايكوال زيرو. الله، قلت لهم ومال؟ طب هو في المفروض طريقة تانية؟ أيوة، اسمها الكومن فاكتور، هنقولها قدام شوية بس لو أنت حابب تعرفها. هنا واي واي 26 27، لازم ناخد الكومن بالسمولست باور، وده كان جزء بندرسه في الفيرست تيرم. يبقى 26 الواي أعمل لها ديفايد واي وهما الاتنين زي بعض، يبقى دي 1 بلس دي 27 خدت منها 26 يتبقى واحدة، كل ده بزيرو. لما يبقى حاجة ايكوال زيرو يبقى ده هنا الواي بزيرو وهنا واي بلس 1 برضه بزيرو. لما يبقى حاجة ايكوال زيرو يبقى اللي بره لوحده زيرو واللي جوه كمان زيرو. طب وبعدين هنا واي بلس 1 بزيرو، ايه النمبر اللي اكتبه مكان الواي عشان يبقى زيرو؟ او بطريقه تانية اعمل لدي اوبزيت ساين فتبقى الواي نيجاتيف 1. المفروض في اجابتين بس انت هنا انا عايز اجابه واحده. عشان كده الطلبه لما قالت انا خدت من اللي تشوز وطبقت، قلت له ماله ما زعلتش. فانت عندك طريقتين، لان الكلام ده انت هتاخده كمان في السنين اللي جايه. من أهم الأسئلة المكررة علينا ونلاقيها في امتحان شهر أو في امتحان الترم، إنه يقول لي F ويديني A equal B equal C equal X equal Y equal. هنا حضرتك تتعلم الكلمة دي، تقول له أنا بعمل substitute. يعني يا مستر بالعربي هقولها مرة يعني بنعوض. باي باي نعوض. مش فاهم يعني انا رايح اشتري القلم ده فبيقول لي بخمسة جنيه. حضرتك مين اللي قبلك هنا؟ ايه تروح طاق؟ لا لا سيبك من البوق، قابلتني مين؟ ايه يا ايه انت بكام؟ نيجاتيف. اروح كاتب حبيبي الفاليو بتاعتها وبعدين الباور. كل ما يقابلني لتر اطلع فوق اشوفه بكام. هل هنا في بلس او ماينس؟ لا يعني كاني بعمل شكرا. قابلتني مين؟ اطلع فوق اقول لها ايه؟ يا بي انت بكام؟ بس هعملها في براكت عشان ليها باور. بعد كده قابلتني مين؟ اروح كاتبها. بعد كده قابلتني مين؟ بي. الفاليو بتاعتها اعملها كده. بعد كده سي مفيش بينهم حاجه. يا سي انت بكام؟ شكرا. ماينس 8. وبعد كده مفيش بينهم حاجة. والاي بكام؟ نيجاتيف هاف. تايمز البي بكام؟ تايمز السي بكام؟ ادي يا بابا المسألة، ما تتخضش. ايه اللي انت بتعمله يا مستر؟ قابلتني ايه؟ اشوفها بكام. قابلتني بي اشوفها بكام. مفيش بينهم لا بلس ولا ماينس، اعمل تايمز. طب الايه ليها باور؟ انزل الباور. ادي الفكره الاساسيه. طب بعد كده انت مطالب ان انت عايز تعمل له ستيبس، ادي اول حاجه.
بص بقى المجموعة دي مع بعض في الكالكوليتر واجيب الانسر، وادي بلس المجموعة دي مع بعض واكتب الانسر، المجموعة دي كلها شايف انا واخد دي، اشمعنى؟ عشان كمان في نيجاتيف، فدي ممكن تلخبطك. هقول تاني بالراحة، اول حاجة سبستيتيوت، يعني الليتر ايه الفاليو بتاعته كام، بي بكام، سي بكام، هل الكلام ده فيه مشكلة؟ بعد كده انت مطالب تكمل بستيبس. فانا خدت الترم الاولاني ده هجيب الكالكوليت بتاعه الفاليو، والترم ده والترم ده، بص انا لازم ابدا بايه؟ بالساين دي، وشوف انا مش مجهز حاجه عشان هشوف تطلع لي بكام. يلا مجموعه تاخد لي دول، مجموعه تاخد دول، مجموعه تاخد دول، وانتوا كمان جربوا ومستني اجاباتكم. ادي حبايبي لازم تكون كتبت صح، وادي الانسر بتاع المجموعه الاولى نيجاتيف هاف، ادي اول حاجه نروح نكتب، يبقى الانسر بتاع الكوليكشن ده نيجاتيف هاف. نروح للمجموعه الثانيه، المجموعه الثانيه ادي زمايلكم عملوا ايه؟ كتبوا في الكالكوليتر والانسر بتاعتنا 3، يبقى هنا 3. المجموعه الاخيره، المجموعه الاخيره قلت له لو سمحت خد لي بالنيجاتيف، ليه؟ عشان هيفرق معاك. شايف اداني هنا 6، حضرتك لو كنت سبت النيجاتيف كانت هتبدا، كانت هتبقى نيجاتيف 6، وانت ساعتها هتبقى غلطان وضيعت نفسك بدون داعي. بص بقى المفاجاه، يبقى انا عملت الاول سبستيوت وبعدين خدت كل ترم لوحده، بعد كده لسه في خطوه ثانيه ادخل بقى على الكالكوليتر نيجاتيف هاف بلس 3 بلس 6، واديني مستني الانسر بتاعتكم، واقدر انا اسبقكم واكتبها بس انا مش هكتبها. ماشي. 17 اوفر 2. ايوه اللي هي 8. اللي هي 8. 8 وهاف تبقى 17 اوفر 2. قول ذا بيست، حل على قد ما تقدر.